هلو يا بلبل، ازيك؟ وحشتيني. انت ما بتسأليش عليا ليه؟ ازيك يا حبيبتي، وحشاني قوي 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 قوي. معلش اعذريني، ما قدرتش اشوفك الفتره اللي فاتت عشان سفر يوسف. بس قوليلي ازاي سهير؟ الحمد لله كويسه. انا تعبانه قوي يا نبيله، محتاجه لك جنبي. ايه يا بوسينا، مالك يا حبيبتي؟ صوتك متغير، مش زي عوايدك. في ايه؟ بصي انا هجيلك بكره، اوكي؟ بس بقولك ايه، لو محتاجالي اجيلك دلوقتي. لا مفيش داعي طبعا دلوقتي، شكلك مشغوله. انا هستناكي بكره. سلميني على الولاد. باي باي. ازاي تبنوا فصول جديده في الحوش؟ ما انتوا كده بتلغوا الحوش. هنودي الاعداد الكتيره دي كلها فين يا حضره النظره؟ الحوش مش هيتلغي، هتصغر مساحته بس. برضه ما ينفعش، الحوش مش رفاهيه، البنات محتاجه المكان تجري وتلعب فيه، كده هيخبطوا في بعض. الحقيقه انا بنفذ اوامر الهيئه. الهيئه مفروض تقولي وتاخد رايي. انا مكلف بمهمه ولازم اديها. ممكن بقى تقول للرجاله بتوعك اللي في الحوش يمشوا فورا؟ ما اقدرش يا فندم، حضرتك ممكن تعترض زي ما انت عايزه. طبعا هعترض، ومش هسكت على اللي بيحصل ده. سنية! سنية تعالي بسرعة. سنية، خطيبك محمد. خطيبي محمد؟ قتلوه؟ قتلوه يا بيه؟ مش عايز تقولي، قولي واجهني في وشي، مش هتضايق. أفرجوا عنه يا سنية، أفرجوا عنه. تتكلم بجد يا بيه؟ ربنا يخليك يا بيه، اللي ربنا يرزقك بالذريه الصالحه اللي انت تتمناها. ده انا كنت فاكراه مات خلاص، وكنت بجهز له المدفن. محمد حبي، انا ماليش غيره يا بيه في الدنيا دي كلها. طب ما تحزنك، شوف متاكد ان هو سنية. نعم. ايه الدوشه اللي انت عاملاها دي؟ ايه افرجوا عن خطيبها محمد يا سي. ايه ده؟ طب الف مبروك، يعني خلاص مفيش كآبه في البيت من هنا ورايح. من هنا ورايح بقي هتلاقيه مفتوح من هنا لهنا، ولا نفق احمد حمدي. طب يا ستي الف مبروك. ممكن تقولي بقى الجلده تعملي نسكافيه من غير سكر؟ ممكن اعمله انا جلده؟ مفيش امل، مفيش امل. وبعدين معاك يا استاذ، نسيني طول النهار وقاعد قدام الكمبيوتر. حبيبتي معاش اللي ينساكي، انا ما اقدرش انساكي يا حبيبتي. انا بس فاضل لي 5 دقايق بالظبط. مفيش 5 دقايق. وبعدين انت فعلا نسيني، لانك ناسي احلى يوم في حياتنا. انا ممكن انسى ايه؟ هو يوم اتقابلنا يا مدحت. انا وحش فعلا، انا وحش عندي دي. ما تقولش على نفسك وحش ابدا، عشان عوضي بقى هعمل لك احلى احتفال في حياتي كلها، بس انا وانتي وهنا في البيت لوحدينا. سلمى يا سلامة، بنسين ورجع لي بالسلامة. سلمى يا سلامة. الله يبارك فيكي. مبروك سنية، ممكن تمشي دلوقتي. كتر خيرك. بس البي ما قاليش محمد هيرجع مصر امتى. مش مهم دلوقتي، مهم هيرجع وخلاص. بس خلي بالك تيجي بكره الساعه 8 الصبح. اجي 8 الصبح 4 الفجر ابات هنا لو انت عايزه، انا تحت امركم. كفايه قوي انك وقفتوا جنبي واكتشفت انكم طيبين بعد ما كنت فاكركم اشرار. كفايه المبلغ الكبير قوي اللي انتوا سلفتوني وخلاص ما بقيتوش عايزين. اخيرا اخيرا بقالي اخوات. يا حبايبي يا اهلي يا خلاني، انا عايز اخدكم بين احضاني. ازاي عبد الحميد عايزني اسكت على حاجه زي دي؟ انت مالك يا زينه؟ انت غاويه مشاكل؟ يهد ولا ابنه؟ والله هي المدرسه دي بيتنا. طبعا بيتنا. هو انا زيك شاري دماغك؟ انا بقى لما اشوف حاجه غلط لا يمكن اسكت. وانت بقى مسؤوليه الصح في البلد دي؟ لا يا بابا، ماما عندها حق. طيب انا عايز اقول لك حاجه هتريحك يا زينب. اتفضل قول. انت عارفه يوم ما يبنوا الفصول دي هتكون انت طلعتي على المعاش. ولو المساله مش مرتبطه بوجودي او عدم وجودي، ما دام انا مقتنعه ان ده غلط يبقى لازم اعترض. حتى لو فاضل يوم واحد على طلوعي على المعاش هروح المنطقه وبرضه هعترض. انت مدخله نفسك في مواضيع غريبه، تطلعي من مشكلة تدخلي في مشكلة. ما تخليكي في حالك زي بقية الناس يا بابا.
انت كده بتضايق ماما. تعرف انا لو سكت مش بعيد كمان ياخدوا قاعه المزيكا وقاعه الاشغال والرسم ويحولوهم لفصول كمان. والله يا زينب اعمل لي اللي انت عاوزاه، بس عاوز اقول لك حاجه، اوعي تفتكري بان الوزير هيبعت لي الجواب تهنئه زي الجواب اللي فات. مش مهم، انا هعمل اللي عليا واللي يحصل يحصل. انا رايي تقولي لسهير الحقيقه لما تعرفها منك احسن. يا نبيله انا حاولت لكن ما قدرتش، صعب عليا قوي. سهير لسه صغير ما تعرفش اي حاجه عن المشاكل دي. انا كمان بلغت في حمايتها زين عشان اعوضها حرمان الاب، كان ناقص احطها في علبه واقفل عليها. ما تلوميش نفسك يا ابو سينا، انت برضو معذوره، انت حبيتي تعوضيها عشان ما تحسش بالنقص. تفتكري فعلا ان هو عايز يرجع عشان سهير تعيش في وسطنا احنا الاثنين؟ اعتقد انه تاريخه السيء وتصرفاته الغريبه ما تخليكيش تصدقي انه فجاه بقى عاطفي وعايز يعيش مع بنته. انا مش مصدقه ولا كلمه بيقولها. نبيله لما بيكلمني ما بسمعهوش، ولما بيبص لي بقول امتى هصحى من الكابوس ده. ما تنسيش ان انا كل مشكله سهير دي، لو جرى لها حاجه انا اموت. ايه ده، بعد الشر عليك يا بسبس، ما تقوليش كده، كل مشكله وليها حل. انا حاسه ان هو عايز يخش معايا عمليه ابتزاز، يهددني بالبنت عشان ياخد اللي هو عايزه. لو وصلت للنتيجه دي معاه مفيش مانع، تديله مبلغ ويسيبك في حالك. مين يضمن انه مش هيستمر على كده؟ بس لو رفضت ممكن يهد المعبد كله على اصحابه. عشان تكوني عملت اللي عليكي اصبري عليه شويه، لو ما وصلتيش لحل ساعتها هتضطري تقولي لسهير. دي ممكن تنهار يا نبيله. ساعتها انا ممكن اتدخل وافهمها انه ده كان غصب عنك لانك بتحبيها وخايفه عليها. والله يا بلبل انا ما عارفه اقول لك ايه، كل مشكله استنجد بيكي، بس انت عارفه ان انا ماليش صاحبه غيرك. ما تقوليش كده، انت صديقتي واختي وانا تحت امرك في اي مشكله. ربنا يخليكي ليا يا بلبل. ازمه وهتعدي ان شاء الله. انما قولي لي انت النهارده ما روحتيش الشغل ليه؟ قلت اريح يومين عشان اعرف افكر يا بلبل. ما تضايقيش نفسك. بقول لك ايه، قومي غيري هدومك عشان نروح نتغدى في النادي. مش قادره، ماليش نفس. يلا بقى عشان نغير جو، قومي غيري هدومك يلا.